جنبنا. لا 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 بصوا نازل جنبنا ازاي. ليتس جو. هربنا من المكان. او ماي جاد ده على الواد المجانين. سرقنا المكان اللي في البحر اخيرا واشترينا الهليكوبتر. لو عايزين تعرفوا ازاي كمل الفيديو وانتوا تشوفوا كل حاجه. يا صباح الخير يا علوي. او مساء الخير. طبعا انتوا عارفين قصر بتاعي امبارح بعد ما كان اكبر قصر في المدينه واكبر شركه حراميه، خليت القصر طبعا يرجع زي الاول زي ما بدانا. ليه بقى؟ عشان نقدر نشتري الهليكوبتر. طالما انت بتبقى حرامي مشهور وبتتطور لازم ترجع تعيد اعاده بناء الشركه بتاعتك عشان تقدر تجيب فيها الهليكوبتر عشان نقدر نسرق المكان اللي في البحر. فاحنا امبارح عملنا ريفرس. عشان كنا نعمل ريفرس على الواي كان لازم نصغر القصر بتاعنا ونبداه من اول وجديد. بس جمعت دلوقتي فلوس معايا 700,000. هنعمل القصر تاني ونروح نسرق اخيرا المكان اللي في البحر بالهليكوبتر. طبعا على الواي كتير منكم كتب لي في الكومنتات يا معلم عايزين اسم اللعبه، هقول لكم على كل حاجه واسم اللعبه في الفيديو ده. اوكي بس دلوقتي خلينا نكبر القصر بتاعنا بسرعه. انت واي واي مش عملت بيتش ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انتوا كمان عملتوا حركات عمل ريفرس وزعب ولا؟ ليتس جو. طيب على الواي اول حاجه هننزل طبعا كل الحاجات دي عشان احنا عايزين ننزل كل حاجه زي ما كانت في المصنع بالظبط عشان طبعا نقدر نجيب الهليكوبتر. ايوه مكان الهليكوبتر بيبقى فوق ده على الواي. خلينا بقى نفتح الدور الثاني كده بسرعه عشان نجيب الهليكوبتر اخيرا ونروح البحر. انا متحمس جدا ان انا اروح البحر واشوف المكان اللي هو بنروح له بالهليكوبتر ده. في كتير منكم في الكومنتات قال لي يا ابو علي المكان ده هيدي لك فلوس رهيبه، فانا متحمس جدا ان انا اروح. ايوه بسم الله يا رب نقدر نشتري الهليكوبتر. فين الهليكوبتر؟ اهي ب 300,000. خلينا نشتري. يا سلام قدرت اجيب الهليكوبتر. ليتس جو. ونزلتها كمان يا علوي قبل ما افتح كمان الشركه. حركات فرخه. يلا بينا نسرق المكان. انت ما يبالي مش دبي بشا هضمك بسرعه. طيب طيب هنعمل فريق علوي بسرعه. نكتب بقى الفريق نسميه ابو علي. ايوه ونفتح الفريق. ليتس جو. هضيف حركات وهضيف زعبله. يلا بينا بسرعه. انت ما يبالي مش شاب مش 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 مكان ده هو. اوكي ليتس جو حاجه بدا. تعالوا كده ركبوا معايا في مكان. بص في الهليكوبتر على المكان جنبي وفي اتنين كمان ورا. ابو علي انا جاي لك دلوقتي صاروخ. انت ما تبقى مش جايك بدو. اوكي تعالوا بسرعه. هتقول لي يا ابو علي طب انت ليه صغرت المكان؟ صغرت المكان يا علوي عشان نقدر نعمل طبعا. او ماي جاد مين ده؟ انت ما تبقى مش شفت انت ولا ايه؟ ابو علي ورا كمان جي. اوكي حركات الفرخه جه زعبول انكو. يلا طيب عشان نركب بقى الهليكوبتر فوق عشان يا علوي نقدر ننزل الهليكوبتر ونسرق المكان اللي في البحر. كان لازم اكبر المصنع بتاعي واصغره تاني. صاحب اللعبه شرط كده طبعا. هو ده الشرط. ابو علي لو وصلت انا كمان انا اللي هسوق الهليكوبتر. ليتس جو يا ابو علي. انت ما بقى مش خليه مش هسوق. انت تسوق هليكوبتر؟ نو واي استحاله طبعا. عايزين نطير. بتشتغل ازاي حركات؟ ثانيه هي بتشتغل ازاي على بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي تعالى كده ابو علي اعمل لي سهم. ثواني ما تشوف السهم ده عاوز يوديني فين. ثانيه كده يا شباب انا ما ينفعش اسوق الهليكوبتر تقريبا الا لما اشوف السهم دوت. او ماي جاد عربيه مين دي؟ ابو علي عربيه البيضه دي اللي في المكان. طيب ثواني السهم برضو هنا. ولا ده ملوش علاقه؟ ده شكله ملوش علاقه ده بالتطوير. طيب ماشي خلينا نطلع كده تاني الهليكوبتر ونحاول نشغلها. ابو علي هي ممكن تكون مش هتشتغل الا لما لازم تعمل القصر. وطة هو فعلا عمال يعمل لي على الاسهم. اوكي ممكن يكون لازم نبني المكان. طيب انا ابو علي ممكن على فكره. انت واجب علي انت مش بتشغلت دي؟ انا مش شغلت الطياره. ايه ده وطة حركات شغل الطياره؟ ايه ده حركاتي شغل الطياره وانا ما اعرفش اشغلها. هو انت يا حبيبي انت محتاج حميك في فيامي في الفراب اللي انت مبوظها من اول. انزل 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 بس بليز. ايوه ننزل هنا. انزل حركات انزل ربنا يستره. انزل يا لوي يا ابو علي الطياره تعلمي. انا بطل الطياره اللي لسه ما فرحتش بيها. انت مالي مالي مش فاهم المانجا؟ مفيش واحده تانيه ولا ايه؟ مفيش واحده تانيه. هو انت فاكرها حلاوه؟ ابو علي بص انا مقلوب ازاي؟ طب ثواني كده انا اروح احاول اعدلها. خلينا نطلع تاني كده على الواي. انا عاملها طبعا ريسبون من اول وجديد شغاله الحركات النوب طبعا تاني. احنا ممكن نجيب كده الطياره ونعملها زبون كده. ايوه اللي مع حركاتها هتختفي طبعا. ليتس جو. انا دلوقتي بقى اسوق. يلا حركات اركب انت وزعبوله. اوكي علي شغلنا الهليكوبتر. ليتس جو. بص حركات بقى تعلم السواقه فرخه. انت ما بتش ولا شكلك مش هتلمنا مش في الميه. ميه؟ لا مفيش الكلام ده. ابو علي خد بالك عشان في ثلاث قرش ابو علي. لا ما تقلقش يا زعبوله سواق محترف. اوكي طبعا احنا عايزين نعرف بس بنطلع. ايوه بنطلع لفوق كده من هنا. ليتس جو. بص على دلوقتي عايزين نروح على المكان اللي في. ايه ده في مركب في وقت تاني. بص معايا هنا طياره. انت ما يبقى مش ده حيامي. والله كله حراميه يعني على اساس ان احنا شغالين دكاتره بقى احنا حراميه احنا كمان. ابو علي لا بس احنا حراميه محترفين هو حرامي دو. ابو علي تعالى اسال البلد.
البنك يا ابني، ما احنا بنسرقه من غير طياره. لا طبعا مش هنسرق البنك. بص على الويه، هنا مكان محل المجوهرات، احنا ماشيين كده طبعا في وسط الابراج بتاعه المدينه دي عشان نروح المكان اللي في البحر. اخيرا هنقدر نسرق المكان اللي في البحر ده. امبارح طبعا احنا جينا هنا عشان نسرق المكان ده، كان مقفول فاكرينه، هنسرقه برده اوري لكم بنسرقه ازاي. ودلوقتي على الويه خلاص مشينا على البحر، شايفين لازقوا على الجمدان. انت مالك مالك بتشوف بتشوف؟ واقف. طيب ماشي، انت بتخوفني ليه يا ابني؟ ما انا هوقف هنا. او ماي جاد، ايه ده؟ هو هنا في ايه؟ وطى سمكة قرش في الحتة دي ولا ايه؟ طب علي ما نزل بقى عشان نسرقه، ايه ده؟ لو دول بيضربوا علينا، وعلي انزل بسرعة. طيب اوه نطوا من الطيارة، نطوا ترى اتفرقع من ارض بالي، الهليكوبتر اتفرقع والله. ها مايك مش هيبقى حادثة. حادثة ايه؟ انزل استخبى. او ماي جاد شباب، انا كنت واقع في الماية. هولي مولي، ايه كل العساكر دي؟ متنو بسرعة، ضربنا واحد. طب علي يا لهوي، ايه كل الناس دي؟ تعالى يا زعبلة استخبى انا ورا اي بتاع. انا بص مستخبي ورا البتاع ده، بسرعه اضرب في ده كمان. اه ماي كابتش، ايه ماشي كويس جاوي والله، جيش كتير قوي. او ماي جاد، ثانيه في واحد نباو. اوه في واحد تاني هنا. يا لهوي ده احنا محتاجين مساعده، محتاجين ناس كتير جدا تكون معانا. وطا دول كتير جدا. طب علي بص، احنا كنا محتاجين اصلا بص اسلحه اقوى. اوكي تعالى زعبوله كده، خليه يدخل ما تضربوش، اصل احنا بص لو قعدنا نضرب من هنا للصبح مش هنخلص. او ماي جاد، في هنا زرار، بص على الزرار. انا دوست على زرار، ممكن يشغل لنا البوابه؟ مقفوله، في باب هنا كمان. اوكي وطا، في هنا زرار كمان شغل اعتقد. اوه البوابه فتحت، تعالى الزعبوله فتحت. ايه انت عامل في بايه يا حبايبي؟ هي دي بوابه. ايوه هي دي، ليتس جو كده. ممكن هي موت يا نو. او ماي جاد موت. هولي مولي، بص على نسرق كام؟ بنسرق 38000. 38000 طب. او ماي جاد، واحد هنا كمان. ايه ده كل العساكر دي؟ يا حبايبي كمان شلكت كده قوي عشان تقريبا هيدونا فلوس كتيره. فتحت الباب، ايون في باب هنا كمان. طب علي في بنوت في كل حته. يا حبايبي كمان في ليزر ولا ليزر. اوكي عدي كده عدي كده، يبي عديت. طب علي ليزر خبط فيا يا زعبولانو. اوكي خلينا ندخل من هنا. جندي مساعدة يا شباب. او ماي جاد بس ده من نقطة حمراء، الجنود ده قوية جدا. انت ما مالي مش واجه بقولي مش ما. اوكي نجيبه تاني عادي، نسرق المكان ده اكتر من مرة. ثانية في كود بيقول لنا اكتب الكود، هنكتب 3 6 9 4 فتحت. اوكي اكيد في جنود جوه كالعادة. بصوا موت يا نوب، ليتس جو. او ماي جاد ايه كل ده؟ تعالى نوب انت كمان، موت يا نوب. اوه ضربناه، دمي نقطة والله، حركات اموت. انت ما مالي مش تتربي يا ابني؟ انا نوب ايه بس بدل اللي ضرب الجنود كلها؟ بص دمي. طب علي في نظر قوي جدا. وطا هو ايه البتاع ده؟ الحقيقة حركات، انا بسرق الفلوس، انا بسرق. احنا بنسرق النفط، النفط اللي موجود هنا في المكان اللي في البحر. بص على الويه عشان احنا بنطلع النفط من البحر، شايفين؟ اوكي سرقت النفط والله من البحر. حركات يلا بسرعة، شغل الهليكوبتر البتاع ده البراجت. اوكي هيضربونا، يلا حركات الفرخة. طب علي انت بتستخدم نفط يا علي؟ هقول لك يا زعبول، اول حاجة بس الجندي ده يموت، يبي كمان الجندي ده. حركات الفرخة هضربهم لك ماشي، بسرعة يلاوي. موتوني. طب علي صعبة جدا، انت ما بالي مش ليه مش بتدعمه مش كنت تركب التيار؟ حركات الفرخة ما كانوا يضربوك. شفتوا حلوية احنا سرقنا النفط ازاي؟ بس للأسف متنا. أنا أعتقد نقدر نروح تاني، تعالى كده زعبول لعندي عشان نروح بالهليكوبتر، هنجرب نروح تاني على الويه. اوكي بس نعمل ريسبون للهليكوبتر، يلا. ايه موتوني يا واد مالي، تعالوا تاني لازم نروح هناك تاني على الويه عشان نسرق المكان. طب علي رجيت بسرعه، يلا افتح البوابه يا ابني. هو في باب اصلا لسه ما نزلتش باب، خش على طول. خلينا نشغل طبعا، انزل كده معلم من الطياره، نركب هنا عشان نشغل الهليكوبتر. ليتس جو، يلا يا زعبول جاي لك اهو، اركب معايا الهليكوبتر. طب علي نزل لتحت اهو، نزل طيب اركب يلا. انت ما مالي مش ولا لازم تتم ومش نمدو، لازم مش تسكوني مش نفت ولا النفط. اوكي هنروح تاني على الويه، نحاول ان احنا نسرق المكان، بس المكان شكله اتقفل، هو اللي نجد عليه علامه حمراء دلوقتي. بس سمعت الهليكوبتر جامده، عشان كده على الويه بقى انا صغرت القصر بتاعي بعد ما كان اكبر قصر واكبر شركه حراميه في اللعبه. المكان اللي قدامنا ده، لان المكان ده ما ينفعش نروحه غير بالطياره، عشان كده انا قدرت ان انا اضحي بالقصر بتاعي عشان نجيب الهليكوبتر. طب علي وانا كمان عملت ديفنس برضه عشان اجيب الهليكوبتر والله. وانا كمان يا حبيبي. اوكي بص على الويه، المكان اتعمل باللون الاحمر للاسف، احنا ممكن ننزل نسرق المكان ده حركات. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه، في واحد هنا، تعالوا ننزل نضرب الواد ده ونسرق احنا المكان. طب علي يلا بص نضربه. اوكي يلا بينا. او ماي جاد انا وقعت، تعالى وقع امسك بسرعه اضربوه. ايوه موتنا وبعد كده نموت الجنود، ليتس جو. انت ما بالي مش هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه نفرقع عربيته طبعا، بسرعه اضرب في عربيته حركات، ليتس جو فرقعناه. ممكن ندخل هنا. اوكي او ماي جاد في جنود هنا، خلينا نضرب ده بسرعه، تقريبا الخزنه فوق. يلا بسرعه كده نطلع على السلم. ايه ده الجنود في كل حته. اوكي خلينا ندخل هنا. ايه
جندي اهو ضربناه وطا في هنا بصوا بتاع اللي هو زرار برضو دوسنا عليه. يلا معلم بعد ما دوست على الزرار هنعمل ايه؟ مش عارف. تعالى كده حركات الفرخه. ايه ده ايه ده ايه ده في بنت اهي موتوها والله ما كنت شايفها النوبه. المفروض ان احنا بنسرق طبعا. بص كام يا علويه؟ 36,000 38 نفس المكان اللي في البحر. ما هو ده برضه في البحر يا علويه. اوكي اضرب كده الجندي. ايه ده استنوا في هنا علامه خضراء وطا البتاع بينزل. بصوا دول فوق ده بينزل. هي هي انتوا يا مجانين بتضربوني. هي شباب ولا مش سايبه مش كان الشو ولا ايه؟ تعالوا كده نسرقوا. ليتس جو علويه والله شكلنا نسرق المكان ده. اوكي تعالوا نستخبى ورا نستخبى ورا عشان لما حد يجي يضربنا ما يعرفش يضربنا. معلم الهليكوبتر بتاعنا ورا ده دلوقتي. ما احنا ممكن نسرقه يا ابني بس هنفتحه ازاي؟ وطا طب علي احنا كده محتاجين مفك والله. مفك ايه ده؟ بتاع اتفتح. تعالوا تعالوا ليتس جو كمية الفلوس اديني وطا. يا حبايبي كم شيكو فريدي يا مالي احنا مش محتاجين مش كيس حبايه. خلاص حركات ما هو الفلوس بقت فل. بص الشنطه خلاص ما ينفعش ناخدها. تعالى كده يا علويه هناخد الهليكوبتر. بصوا في واد جه هناك اهو نضرب فيه بسرعه. ايوه كسروا العربيه بتاعته بسرعه بسرعه عايزين نضربه بسرعه فرقعوا. ايوه لازم جوه شكله مات. ايه ده لسه ما ماتش هيروح يضرب مره الطياره بتاعتنا ندوب عشان ما نعرفش نهرب. ايوه موتناه. انت ما بالي بتشا بتشا بتشا. يا ريت يا ريت الطياره تشتغل شكلها كده. الطياره خلاص باظت. يلا بقى شغل بسرعه. اركب حركات اركب الزعبوله. طب علي كتير بسرعه. يلا الطياره شكلها يا شباب باظت. وات والله شكلها باظت مش هينفع نطير شكلنا. بص علويه مش عايزه تشتغل. الحمد لله اشتغلت اهو بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه اخيرا ليتس جو سرقنا المكان اللي على البحر اخيرا. بس لسه المكان الكبير اللي هناك كده سرقنا واحد نوصل لنا مكان تاني. طبعا المكان بيدينا 38,000 نفس المكان التاني برضه. المكان التاني بيدي برضه 38,000. انت يا مالي مش لازم بتشتغل مكان مش في النفط ولا ايه؟ النفط العربية بتاعتنا ايه؟ بصوا زي ما هي والله. ممكن بقى ننزل كده بالهليكوبتر مش لازم ننزل على المكان فوق ممكن ننزل هنا كده. ايوه واهم حاجه طبعا ان احنا على ايه نروح جايين حاطين الفلوس بتاعتنا. بيو بصوا معانا كام؟ ليتس جو 300,000 وحاجه. طيب المكان اللي هناك ده اللي هو بصوا عليه العلامه الحمراء اللي احنا رحنا نسرقه ومتنا فيه اللي هو في البحر طبعا ما ينفعش نروح غير بالهليكوبتر. دلوقتي عليه علامه حمراء ما ينفعش نسرقه. ممكن نطور البيت بتاعنا كده على السريع نعمل بوابه ونعمل كل حاجه. في منكم كتير في الكومنتات قال لي يا ابو علي هو انت الباب بتاعك ده ما ينفعش ما تدخلش حد منه؟ ينفع طبعا. لو انا جيت هنا في السيتنج ورحت جاي عامل هنا كده على لوك بيس دور قفلته كده ما ينفعش حد يدخل منه بقى تاني خلاص. لكن امبارح العيال كانت بتخش منه عادي كنت سايبهم يخشوا بيتي لكن انا لو قفلته ما ينفعش حد يدخل. فهمتوا؟ فدلوقتي خلينا نكبر بقى القصر بتاعنا لان انا معايا 300,000 بقينا حربيه مشهورين. ايوه صح يا علويه لما هم بيسرقوا برضه هم كمان بياخدوا فلوس. يعني هم بيسرقوا معايا وبيحطوا الفلوس عندي في البيت بس هم كمان برضه بياخدوا فلوس صاحب اللعبه بيديهم عشان بيساعدوني وكده. فخلينا بقى نكبر كل البيت بسرعه. ايوه عايزين ننزل كل حاجه عشان بيتنا يرجع زي ما كان. كل حاجه كل الحاجات دي كنا فاتحينها امبارح وبنفتحها برضه النهارده كمان عشان بيتنا يرجع زي الاول واحسن. بص البوابه بتاعت الجراج هنا انا فاكر كل حاجه تمام كده يا علويه. قدرنا ان احنا كمان نرجع البيت بتاعنا زي الاول واحسن لان دلوقتي بقى فيه هليكوبتر. الاول ما كانش فيه هليكوبتر. يلا ابو علي اعمل هنا كده الارضيه عشان نعمل هنا كمان الحيطه عشان نقدر ننزل كل حاجه زي امبارح بالظبط. اعمل لنا الفلور الارض برده وهنا كمان فلور وسع الارض. طبعا كل ما بنوسع الارض بص بيفتح لنا اماكن وبياخد مننا فلوس. ده المكان اللي احنا كنا بنتدرب فيه امبارح. بص يا علويه ده طبعا هينزل لنا هنا مكان التدريبات اهو اللي انا كنت بجرب فيه طبعا التنشيل وكده. وادي حركات الفرخه ممكن هنا تتدرب. بص بالكناصه هو يا حبيبي مش عندي في البيت مش كده برده. طب علي وانا كمان عندي في البيت كده. اه يا علويه شايفين ده مكان للتدريب. بيو 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 على طول تنشف كده. اوكي خلينا نكمل. طيب تنزيل بقى البيت بتاعنا لان احنا او ماي جاد مش بتبيع معايا غير 17,000. الفلوس كلها خلصت يا شباب محتاجين نروح نسرق. يلا بينا ننزل الهليكوبتر على طول. هو احنا ممكن نجيب درع من هنا عشان اوه انا جبت درع. ليتس جو الدرع دوت هينفعني. انت ما بقى مش شويه كمان جبته ولا ايه؟ طب علي جبته ده من هنا من هنا خده بسرعه. يبي كده علوي عشان العساكر ما تعرفش تضربنا. فهمتوا؟ اوكي علوي دلوقتي هناخد الهليكوبتر عشان المكان يشتغل. يلا هركب بسرعه. او ماي جاد انتوا بتكسروا ايه يا ابني؟ انت ما بقى مش بكسر مش 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 بقول لك طب علي وانا كسر عربيته. يا ابني دي مش عربيته دي عربيتي انا. معلش يا معلم طب انا كسر عربيته ده كده. انتوا حول والله ومجانين. او ماي جاد تعالوا كده بسرعه. يلا يا ابني عشان عندنا لما انتوا فالحين قوي كده ما تروحوا تضربوا العساكر اللي بتموتنا. انت ما مالي مش تشوف مش ابو تشكشاك يا حبيبي. ما نشوف الفرخه دلوقتي. بص احنا بقى معانا درع خلينا نروح على هناك. بس طبعا علوية المكان صعب جدا مليان عساكر فان شاء الله نحاول ان احنا نسرقه. احسن حاجه علوية المدينه اللي انت كنت بتسرقها بالعربيه دلوقتي طاير عليها بطياره.
ده الاحساس لما طبعا تكون حرامي مشهور وخلاص بقى يبقى معاك فلوس كتير، ما تبقاش عايز تسرق البنك ولا المحل مجوهرات ولا الحاجات دي، تبقى عايز تسرق بصوا الاماكن اللي في البحر اللي بتدي فلوس كتير اللي هو البترول. البترول علوي اغلى حاجه، شايفين رايحين دلوقتي نسرق بترول. اوكي المفروض نوقف الطرابس بتاعتنا ثانيه ثانيه عشان هم بيضربونا النوبات. اوكي انزل ابو علي كده، انزل انزل انزل، ليتس جو، يلا نط بسرعه. او ماي جاد بص عاملين يضربوا علينا ازاي، عددهم كبير جدا. يلا يا نوبات موتوا، احنا دلوقتي بقى معانا درع. اوكي يعني المفروض دلوقتي نفنشكم. او ماي جاد انا ممكن اموت. بصوا دمي بصوا دمي، دول مجانين، استخبوا بسرعه. ابو علي عددهم كبير جدا، خلينا نضرب في دول. يلا زعبول موت معايا، موتوه. اوه بصوا لسه في فوق، انت واقف علي مش في فوق ولا انا؟ بصوا هسيبني منهم، تعالى زعبول سيبكم من اللي فوق دول. امال هنعمل ايه طيب؟ هندخل من هنا كده على طول، افتح لان اللي فوق كده كده علوي، احنا بنطلع بنموتهم بسرعه. واروح هنا كمان. ايه ده معانا ضربوني يا زعبول؟ ما بتسمعش الكلام انت عامل لي فيها، بص دي انت بطل وانت تموت بسرعه. ايه ده معانا الدرع مش شغال ولا ايه؟ يا ابني الدرع شغال بس هم طبعا بصوا اقوياء. وات انت واقف علي مش طيب ولا ايه؟ ابو شكاش يا شو ده موتونا بثواني، دول اقوياء جدا. انت واقف علي مش مساعده، تعال امشي. طب اجيلك يا فرخه، خليك واقف هناك. هنروح تاني علو عشان الحركات لسه في المكان، لازم نروح له. هنروح طبعا ندعمه، يلا بينا خلينا ناخد الهليكوبتر. شغل ابو علي. ابو علي خد معاك ابو علي. تعالى واد الزعبول اركب، اركب يلا بسرعه. اوقف لك اهو الهليكوبتر، اركب يلا. تعالى ابو علي يلا بينا، والله لا تسيب باله، كل مره بوتوده ولا ايه؟ يلا ابو علي سوق. لازم نقوم بسرعه يا زعبول، بص رايحين عشان حركات الفرخه هناك. انت ولا انت مش بشاب مش هيموتوني ولا ايه؟ هنجيلك يا فرخه على طول. ابو علي داخلين عليه بقى وبطئ السرعه. انت ابو علي مش هيموت مش هيحميك مش هيموت ولا ايه؟ حركة بص هو ده علوية. اوكي جاي لك حركات، ده في بص جندي هنا ده مستنينا. تعالى هنا يلا يا زعبول نط بسرعه كده، تعالى واقف مستنينا فرخه بسرعه خالص. يا لهوي دول عددهم كتير، بصوا طبعا يا علوية هنا اقوياء جدا. ابو علي اضربهم بسرعه، السلاح بيعمر. اوكي تعالى يا زعبول بسرعه 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 بسرعه، خلينا نط هنا. يبي استخبيت ورا البتاع ده، اهم حاجه نستخبى طبعا. ابو علي وراك وانا استخبى معاك. انت وراك مش هتعمل ايه؟ طب طب حركات، ليتس جو ليتس جو. ايوه نستخبى كده. اوكي تعالى زعبول تعالى ورايا ورايا على طول. بص علوي يضربونا دلوقتي، نط كده زعبول عشان ما يعرفوش يشيلوا فينا. يبي دخلنا المبنى. ابو علي الحق بيقولوا في واحد دخل المكان. وطا مين بيقول لنا في واحد دخل فعلا المكان؟ سمونها انتر ذا بيلدينج. اوكي اي واحد غريب هيدخل لنا المكان هنفنشه. تعالى زعبول في ليزر، بص بقى علوي الليزر ده اهم حاجه ما يلمسناش، نعمل كده شايفين اهو. يلا زعبول ادخل. ابو علي الليزر ده مش بحبه. اوكي دخل. يلا ابو علي نط على السلم كده بسرعه بسرعه بسرعه. وادي فرخه، ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ انت ولا انت هو مش محتاج دعم ولا ايه؟ بص في جنود كتير، جنود كتير. اوكي يا لوي يا لوي يا لوي يا لوي، بص علوي اقوياء مش بيموتوا. خلينا نعمر وبعد كده نكتب الكود. الكود كام بقى علوي؟ الكود 5094. ابو علي استحمى علوي، ايه في جنود تاني؟ اضرب 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 اضرب، فنشناهم. كان في جنود واقفه في البلكونه، استنوا عايزين بس نجيب دم. ايوه اطلع اضربوا معايا نوبات، يا نوبات سبتوني ليه؟ او ماي جاد فنش دم، ادخل ابو علي بسرعه. دمي انت بتعمل حركات يا ابني، بس يا حبيبي انت مش فاني ولا ايه؟ يا حركات يا فرخه. بصوا خلص النفط اللي في اول برميل طبعا، المفروض نخلص النفط التاني برضو. اوكي كده خلصنا ده ونجيب التالت. ابو علي اول مره اسمع نفط في حياتي. يلا اي خير، بس انا النفط بص من البحر ولسه في كمان واحده. انت يا ابو علي مش هتشتغل مش هجيب كيس حبايب مش هتشتغل بيو يجي الشواء يسروي، احنا مش فاضيين، احنا عايزين نهرب من هنا بدل ما احنا اللي نتفنش. اوه ثانيه ثانيه في جنود هنا، خلينا نفنشهم. اوكي فنشنا واحد. ابو علي وانا فنش التاني. يا سلام شايفين ابو علي واقف ازاي، حركه حربيه حربيه يعني. لازم بسرعه، خلينا ننط بسرعه عشان ما نموتش. او ماي جاد ده بينقص بس مش مشكله، هقوم تاني. يلا يا زعبوله تعالى. ابو علي بص لازم الباراشوت. برافو عليك، يلا حركه فرخه. انت وين ابو علي مش في جنود يا حبيبي؟ يا لهوي كل الجنود دي، بسرعه 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 فنشوا. اوكي يلا نركب الهليكوبتر، احسن حل والله الهليكوبتر على طول. شغل انت ما بتمشي تيم الشاع. ابو علي يلا اسرع بسرعه، استنوا هيفجروا لنا الطياره والله النبات دول. ابو علي بس في واحد فوق فنشته، بس نبات جدا يا علوي عمالين يضربوا علينا. بسرعه عمر السلاح، اطلع يا نوب اطلع يا نوب، طلع لي دماغك. ابو علي مش عارف نفس الكيلو بس مستخبى. يلا بينا كده فنشناه، بسم الله خلينا نركب الهليكوبتر. يلا ابو علي شغل. ايوه طيري بقى بليز. ايه ده؟ دول بيترسمينوا جنبنا. لا 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 بصوا نزل جنبنا ازاي؟ ليتس جو، هربنا من المكان. او ماي جاد ده على الواد المجانين، سرقنا المكان اللي في البحر اخيرا واشترينا الهليكوبتر. انت مالك مالك مش هتنزل بنزين بشع؟ طب علي يلا اسرع. ليتس جو ليتس جو. او ماي جاد على الواد رجع على بيتنا دلوقتي واحنا مش شايلين الفلوس دي كلها. طبعا على الواد نقدر نسرق اي حاجه بالهليكوبتر. انت مالك مالك مش بيتي؟
حركات بيت اهو على طبعا عشان مسح البيت برضه عمل ريفرس وكمان وانا بيتي هناك اهو. طب علي بيت بعيد جدا. بيت زعبله بص فين يا لهوي ده بص في اخر مكان خالص. مكان صعب. اوه ماي جاد انا نطيت من الطياره ليه؟ اوه بس الحمد لله. انزل كده علي. طب علي انت ليه نطيت من الطياره؟ مش مشكله يلا انزل يا زعبله خلاص بقى وصلنا على البيت. اوكي خلينا ندخل على الولاد بسرعه. اوه ماي جاد انت بتعمل ايه يا زعبله؟ لا انا فرحان بس احتفال. احتفال اوكي حاطين الفلوس بص على دلوقتي فلوسنا حط يا زعبولة كمان الفلوس انت يا معلم حطيتها اوكي على دلوقتي طبعا نقدر ناخد الفلوس اللي جوه كمان عشان نقدر نكبر البيت وعلى فكره نقدر نسرق كمان علوي المجوهرات والبنك بالهليكوبتر انت يا معلم مش هبص مش هبص مجوهرات طيب طيب يلا بينا طب علي محل المجوهرات قدامك اهو ايوه ده البنك علوي وبعد كده محل المجوهرات هناك الناحيه الثانيه عايزين نطير كده ايوه ليتس جو ليتس جو شايفين محل المجوهرات هنا اهو يبي هوريكم المكان اللي احنا بنهرب منه طبعا اللي شاف الحلقتين اللي فاتوا امبارح واول امبارح اهو بص على الوان احط طبعا الطياره هنا ايوه عشان ده المكان اللي احنا بنهرب منه يلا حركات فرخه تعالوا انزلوا لنا كده يا ابني على المبنى ليتس جو على الوان طبعا هننزل ندخل من تحت عشان المكان من فوق اللي بنهرب منه فاحنا ندخل من هنا كده هاي ارفع ايديكم بسرعه ايوه يلا بقى الاسرع افتح اسرق ده كمان يلا حركات يلا زحبوله طب علي بس كل حاجه اهو انت ما اسرع حركات كله ليتس جو خلاص على الورسرات بقى من هنا في اماكن اصلا فوق بتبقى احسن يلا زعبوله تعالى حركات بس حركات مش عايز اسيب المكان يلا يا ابني انت ما علي مش ولا ماشي مش اي حاجه حركات الفرخه يا ابني الشنطه بتبقى فل خلاص طبعا على هوريكم المكان اللي انا اسرق منه هنا بيبقى جوه بصوا هنا المجوهرات بقى المفروض ان احنا نسرق بس اول حاجه طبعا لازم نوقف الليزر الليزر بيقف منين بيقف من هنا كده تقريبا يلا ابو علي اضرب كده او ماي جاد خلاص فرقعنا الليزر يبي نسرق هنا المجوهرات بقى بصوا هنا مجوهرات جامده ايوه سرقنا كل حاجه الشنطه تبقى فل خلاص سيب المكان وتمشي دي اخر مجوهرات اسرقها يب الشنطه بقت فل خلاص بصوا طبعا محل المجوهرات بيدينا 16000 لكن المكان في البحر بيدي فلوس كتيره بصراحه خلينا نهرب من الليزر ايوه ايوه انت وانا مالي مش يلا بشا معلي كده خلاص هربنا صح ايوه كده هربنا خلاص نطلع بقى من هنا كده الليزر الاخير ده سهل او نعمل كده اوكي الو المكان طبعا من فوق هنلاقي الهليكوبتر الجامده بتاعتنا مستنيانا عشان احنا طبعا حربيه محترفين ايه ده حركات فين انت وين مش كنت مش خامي يلا بينا بسرعه اركب يا زعبول انت حركات طبعا بدل ما ننط تحت على بالباراجوت ونركب العربيات بتاعتنا بقى بص اصلا الشرطه مستنيانا تحت احنا هنطير على طول بالطياره حتى البنك نقدر نسرقه برضه على بالطياره لازم الطياره جامده جدا بتوفر علينا مجهود رهيب مع الشرطه هو مش مكان مش في مدينتي بص على هنا مكان طياره هنا مكان طياره كل العماير اللي موجوده في المدينه دي والابراج عليها مكان للطيار يلا انزلي بقى بسرعه على البيت على طول ونروح نحط الفلوس بصوا كده السرقه بقت اسرع نجمع فلوس بشكل اسرع بصوا بقى معانا 100000 وحاجه اركب تاني حركات نقدر نسرق اكتر من مكان اركب بسرعه انت وانا مالي مش ماشي بقى مكان ولا مش هسرق كل حاجه وانا كمان هسرق كل حاجه كل اللي احنا سرقناه بالعربيه على الوين نقدر نسرقه بالهليكوبتر ايه ده عمال حادثه طب علي خلينا نسوق الطياره انت مش عارف تسوق لا لا بعرف اسوق يا ابني بس هي اللي بتعلق طيب هنسرق ايه بقى على الوين زي ما انتم شايفين في محطه بنزين في سوبر ماركت في كل حاجه انت ما مالي مش السوبر ماركت يا ابني السوبر ماركت هو محتاج نسرقه بالطياره السوبر ماركت ده في شويه شوكولاتات وحاجات لا احنا بص نسرق مكاننا على الجبل انت ما مش محتاج مش شوكولاته شوكولاته بقى اسرقها مع نفسك بالعربيه هنروح نسرق المكان اللي على الجبل ده اللي شايفين نحط طبعا الهليكوبتر بتاعتنا هنا يلا ونروح نازلين كده هاي يا نبات انتوا بسرعه اضرب كده ده مقر الجيش برضه على الوي ليتس جو خلينا نضربهم وهنا برضه كده نضربهم يلا زعبوله اضرب معايا وطا مش عايز موت ليه موت يا نوب خلاص وده كمان برضه البودي جارد ده موت بعد كده ندخل بقى نسرق على الوي الفلوس طبعا الفيست اللي معانا ده اللي هو الدرع طبعا بصراحه بصوا خلينا نستحمل شويه ضربات طب علي ايه الفلوس دي كلها فلوس كتيره انت بقى مالي بتشيلوا شويه يا ابني اصل الفلوس كتير جدا 31000 المفروض ان احنا ناخدها في الشنطه خلاص كده الشنطه معايا بقت فل يلا حركات نمشي اوكي انا راح ابص هناك استناكم عند الهليكوبتر بسرعه اضرب كده في الشرطه ايوه المفروض دلوقتي على ان احنا نمشي ما نضربهمش عشان هم عددهم كبير اصلا اروح انا اشغل الهليكوبتر عقبال ما هم يجوا انت ما بقى مش فاضي تحمي او ماي جاد بص انا وزعبله طلعنا وحركات لسه جوه هو التابع لازم انت تشيل شويه شيل شويه ايه الشنطه فل اصلا يلا بقى شغل الهليكوبتر اوكي يلا حركات بدل ما تسيبك ونمشي انت ما بقى شغال ده مش استنى طب طب اهو يلا اركب يلا يا فرقه ليتس جو نروح نطير تاني على شايفين حركات ركب معانا هو برضه الدوب وزعبوله كده على الوش سرقنا كل الاماكن اللي في المدينه طبعا ليتس جو ننط كده من الهليكوبتر طبعا لما بننط على الوش شويه بنروح واقعين على الارض وبعد كده نحط الفلوس جمعنا فلوس رهيبه ونقدر نكبر طبعا المكان بتاعنا زي الاول واحسن زي ما انتم شايفين على الوش يبقى معانا فلوس كتير فنقدر نفتح كل الحاجات دي من الاول وجديد ليتس جو بسرعه طيب على الوش كده نكون سنهيت الحلقه لو عجبتكم الحلقه لايك واشتراك في القناه طبعا انا كمان بس عايز اسرق بالهليكوبتر
والله. كذا بقول اروح هات الهليكوبتر ويلا بينا نكمل سرقه. طب يا علوي زي ما انتوا شايفين لايك واشترك في القناه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا كمان جبتوا الهليكوبتر ولا لا. لو عايزين تعرفوا بنجيب الهليكوبتر ازاي شوفوا الحلقتين اللي فاتوا. بحبكم كل قلبي. اه صحيح اللعبه كتير منكم قال لي في الكومنتات يبقى عايزين اسم اللعبه هتظهر لكم دلوقتي هي دي طبعا. واهم حاجه علوي لايك واشترك. انت بتضربني ليه فرخه؟ انت مش محتاج فلوس ولا لعبه تشدني شويه؟ طب استنى، طيب استنى يلا علوي لايك واشترك في القناه عشان انا اعمل حاجه ثانيه دلوقتي. امسك النوب. اه عمال كاني فلوس يا نوب انت غداي. اوكي خليني اجري بسرعه عمال يضربوني النوبات. معايا فلوس عشان ابني الطياره يا ابني. معيش غير 250,000. سلام يا علوي.